بس تعالى بقى خد لك سندوتش من السندوتشات دي. يا صباح الفل يا خالد بيه، خد لك سندوتشين بقول لك. يا باشا الف هنا سبقتك، ده في فلفل تحفه تحفه. فلفل ايه يا باشا، انا عامل رجيم، ده اسمه كلام. طبعا مراتك مظبطاك حمام بقى وملوخيه وكلام منه. طب ايه، مش ناوي تغلط وتعملها؟ هو اللي شغال شغلانتنا دي عارف يعمل اي حاجه؟ هجيب واحده الفانيلا جنبه وعيشه معاها كف عفريت، ادينا في السندوتشات حلوه قوي. يا باشا دي حجه البليد، ما انا متجوز اهو عايش تمام التمام. اطلب لك قهوه؟ انا طلبت قهوه بره بعد اذنك وقلت لهم يجيبوها لي. بس شكلك عندك اخبار يا هاني. اه عندي حاجه كده حصلت ولازم ابلغك بيها. ايه بقى هي؟ انت فاكر البنت اللي اسمها سعاد؟ سعاد؟ مش دي اللي كانت شغاله عند سوزي؟ بالظبط، البنت دي اختفت خالص، سابت المنطقه كلها. لوحدها ولا معاها اهلها؟ لا اهلها زي ما هم، هي اللي مشيت لوحدها وبس. نزل القهوة هاني بيه. شكرا. منع لمني بقى كل الحاجات دي وارميها في اي باسكت. تمام يا فندم، اي اوامر تاني سعادتك؟ خد الحاجه يا منعم، انت ايه اوامر سعادتك من غير ما تاخد الحاجه يا منعم؟ اوامر سعادتك يا باشا. اقفل الباب وراك يا منعم. الغريب بقى في البنت دي انها في الفتره الاخيره كانت بتخرج كتير وتلف كتير. يمكن يا هاني بتدور على شغل؟ لا ما انا كنا متخيلين كده، لكن اللي اكتشفناه انها كانت بتنزل تشتري من المحلات، تشتري هدوم وحاجات كتير. بتجهز نفسها يا اخي. يا باشا لا، تجهز نفسها ايه؟ دي بتشتري هدوم سينيهات وبراندات، يعني ما تقدرش على تمنها ولا لايقه على مستواها. ما تعرفش البت دي راحت فين؟ هي دلوقتي مأجره شقه مفروشه، شكلها كده هتقعد فيها بشكل مؤقت. مش دي البت يا هاني اللي كانت شاهد اثبات على حربي في قضيه سوزي؟ بالظبط، وهي اللي خدت اخته في الاول عشان تشتغل عندها. عنوان شقه البت دي ايه؟ موجود يا باشا. قول يا عم هاني قول.